عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا بان بريوشي وكعيبات بريوش، قوتي هكية لصغيراتنا لفطور الصباح بالحق بنا غير عادية. جاو ما نحكي لكم شخفاف هكية وهشوش يذوب ذوبان في الفم، ياسر هكية البات طرية على الاخر، شوفوا حتى هكية كي ننزل عليها شوفوا كيفاش هكية خفيفة. عملت الكعيبات البريوش متاعي عملتهم فارسي بالشوكولاتة بالحق، زادتهم بنة على بنة. هذه هكا البريوش متاعنا، مش نقص لكم هكية كعيبة ونوريها لكم هكية من داخل. وبالنسبة لي تزور القناة أول مرة نقولها مرحبا بيك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسيوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير، ويلا تويكا نكتشفوا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير أنا نخدم وأنا نذكر لكم المقادير اللي مش نسحقوهم. عندي 350 مليلتر حليب يكون دافي، 4 ملاعق أكل سكر، وباكو خميرة خبز، باكو خميرة فورية وإلا ملعقة كبيرة. ندفيو الحليب متاعنا ما نعملوهاش سخون باش ما يقتلناش مفعول الخميرة. ناخد البول متاعي نصب فيه هذيك الكمية متاع الحليب والسكر والخميرة، نحركهم هكية مع بعضهم ونغطيهم 10 دقايق حتى لين تتفاعل هذيك الخميرة تتفاعل لي. دونك شوفوا لهنا الخميره نتاعي كيفاش هكايه تفاعلت. في المرحله هذه مش نضيفوا الابيض نتاع البيضه، عندي بيضه فصلت الاصفر مش ندهنوا بيه بعديك البريوش نتاعنا من الفوق، وخليت الابيض مش نضيفوه في المرحله هذه. عندي 60 مليلتر زيت نباتي، بنسي ملح، وملعقه كبيره خميره مرتبات، وباكو سكر فاني نضيفهم هكايه الكل مع بعضهم. وتويكا مش نعجنها، بالنسبة لي انا مش نعجنها بالعجينة الكهربائية، وانتوما تنجموا راهو تعجنوها بيدكم ميقلقش. بالنسبة للفرينة راني مش نضيف حسب الحاجة، نضيفه بشوية بشوية ومن بعد نوريكم القوام المطلوب متاع العجينة كيفاش لازمنا نتحصلوا عليها. ضفت هكايا فوق الفرينة هذيك البنسي متاع الملح والملعقة متاع خميرة المرتبات، ملعقة كبيرة. تشوفوا لهنا مازالت القوام متاعها جاري، مش نضيف الفرينة. بالنسبة ككونتيتي كاملة قديش خذيت لي فرينة، تقريبا بين 600-650 جرام فرينة. وديما قلت لكم راه الفرينة تكون حسب الحاجة، اهو كضيفوا بشوية بشوية حتى لين تتحصلوا على القوام هذية هكا. في الاخر هكايا وقت اللي سي بون كملت عجنتها، وانا مش نضيف ملعقه كبيره متاع زبده، لازمها تكون لينه بحراره الغرفه بالحق تفرق برشا كي تزيدوا هذيك الملعقه متاع الزبده في الاخر. فوالا، وهذه هكا القوام اللي لازمنا نتحصلوا عليه. لازمنا نتحصلوا على قوام يكون يتلصق في اليد، هكاكا نضمن ان البريوش متاعنا يجينا خفيف 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 بالحق، خفيف ريشه ريتوها لازمها هكية تكون تتلصق شوية في اليد. طو مش نغطيها بابي سولوفان، ونغطيها بمنيدلة ونخليها ساعة هكيكة في مكان دافئ حتى لين يضاعف الحجم امتاعها. راهو من أسرار نجاح البريوش انكم قد ما تخليوه يختمر قد ما تعطيكم بعديك ريزلتا ياسر تحفونا. فوالا، بالنسبه لي اللي انا راني الفور معناتها ديجا مطيبه فيه مسبق، خليت البول متاعي في الفور بطبيعه يكون مطفي، معناتها جوست هكا الفور حيتو دافي خليت فيه العجينه متاعي هكاك فيسا ما تفاعلت وفيسا ما خمرت لي. شوفوا بالطريقه هذه، تو مش عندي غازيه هكايا ونحيل هذاك الغاز اللي تكون فيها، ومش نبداو نشكلو كعيبات البريوش متاعنا. ديجا هكريتو حتى طريقة التشكيل متاعي كعيبات البريوش سهلة وبسيطة وما فيها حتى شيء. ناخد البات متاعي هكايا ونعملها ديبول بطبيعة الكبر اللي تحبوا عليه انتوما، تحبوا الكعيبة كبيرة صغيرة كيما تحبوا انتوما.
بالنسبة لي أنا وللكونتيتي هذية طيحت لي 14 كعيبة. وبالنسبة للبريوش متاعي كما قلت لكم فرسيته بالشوكولاتة، عندي شوكولاتة هذية هكا ترتيني، شوكولاتة قابلة للدهن، عملت هكاية ونوريكم كيفاش مش نحشيها بالشوكولاتة، سهلة الطريقة وما فيها حد شيء. وبالحق نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي رايكم في كومنتير، وكيف كيف اذا كان جربتوه تبعثوا لي معناتها لي روتور متاعكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو، هكيك نفرح برشا كيف تجربوا الوصفة وكيف تنجح معاكم. فوالا بعد ما كملت هكايا شكلتهم ديبول، تو مش نحلم بالطريقه هذه ومش نهز هكا بالملعقه كل كعيبه، مش نرمي فيها شويه من الشوكولاته. نجمو تعملوا الشوكولاته هذه هكايا الترتيني، والا حتى هذاك الشوكولاته هذاك القوالب الكبار تقصوهم هكا طريفات كبار شويه وترميو في كل كعيبه، ترميو طريف شوكولاته زاده كيف كيف تجيكم معناتها نفس البنه ونفس الريزلتا. نسكروا عليها هكا بالباهي بالباهي من اللوطه باش ما تتحلناش من بعد كي ندخلوها للفور، وهكاكا نبداو نعملوا في الكعيبات متاعنا بنفس الطريقه حتى لين نكملوا الكونتيتي اللي عندنا الكل. اهو كيما ريتو سهله وبسيطه، نحل هكايا طريف البات نرمي في وسط الشوكولاته، وكيما قلت لكم نقرصوا عليها هكا بالباهي بالباهي، نسكروها بالباهي بالباهي باش ما تتحللكمش. الفور بتاعي خليته يسخن، التبيق متاع الفور كيف كيف فرشته بالبابي كويسون، وهكا كل كعيبة نشكلها نرميها هكا بجنب اختها جوست هكا نبعدو بين الكعبة والكعبة، حتى في المرحلة هذه زادة مش نعاودو نخليهم يختمروا مرة اخرى. ماذا بيكم عفوا تعطيهم هكا وقتهم وراحة هكا بالباهي بالباهي باش يعاودوا يختمروا لكم مرة أخرى، ومن بعد كده تجيكم هكايا كعيبات برياش ياسر كيما قلت لكم ياسر خفيف وياسر هكايا طريين ومحلاهم بنا بنا غير عادية. هذوما هكا الكونتيتين بعد ما كملت حشيتها بالشوكولاتة، مش نغطيهم هكايا بمنيدلة كيما قلت لكم ونعاود نخليهم يختمروا المرة أخرى. هذوما كعيباتنا من بعد ما اختمروا، شوفوا لهنا تويكا مش ناخذ هذاك الاصفر متاع البيضه، زدت له زوز ملاعق اكل حليب ومش نحركهم هكا بالباهي بالباهي مع بعضهم ومش ندهن بيهم كعيبات البريوش متاعي. شوفوا ما شاء الله كيفاش انتفخوا، كنا ندهنوهم هكا نسيسوا عليهم باش هذيك الكميه متاع الهواء اللي معناتها تنفخوا بيهم الكعيبات ما يتيحونش، هكا نسيسوا عليهم دوس ما ندهنوهم بشويه بشويه. عندي لهنا شويه جاجلين مش هكايا للشاكيه فوق الكعيبات نتاعي، نجمو تعملوا جاجلين نجمو تعملوا لوز ايفيلي اللي موجود عندكم، شويه كاكاويه شويه زلوز حتى هكايا مهروش اللي تحبوا، كيما تنجمو زاده كيف كيف تكتفيوا كان بالبيض، اهوكا الحريه والاختيار يرجع لي لكم انتوما. سخنت الفور نتاعي مش نطيبهم على 180 درجه، نار من اللوطه والفوق ودرج وسط، ندخلهم تويكا للفور يطيبو من بارهم، قعدوا لي تقريب ربع ساعة هكيكا ما أكثرش، والكعيبات البريوش متاعي حضروا. شوفوا ما شاء الله بالحق ما نحكي لكمش على الريحة، نودكم ولا نشهيكم، هذو ما هكا كعيبات البريوش متاعنا. به أستيس حبيت نقولها لكم، أنا ما وريتها لكمش لهنا في الفيديو، بعد ما تخرجوهم من الفور ديريكتومون غطيوهم هكا بمنيدلة باش هكا يطراو وليو لكم طريين بالطريقة هذية. شوفوا ما شاء الله قديش هكايا طريين، وتوما بقالي كان نهز الكعيبات متاعي ونخليهم هكايا في صحين التقديم. هكا حويجه تكون بنينه، حويجه نظيفه، كونتيتي ما شاء الله وفيره كما قلت لكم 14 كعبه، وشوفوا ما شاء الله راهي الكعيبه كبيره بالباهي بالباهي، راهو ما عملتهمش صغار. ان شاء الله تجربوها الوصفه وان شاء الله تعجبكم، ما تنسوش باش تبارتاجيوها الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.